اللي موقفك كده يا حيوان؟ وسع من الطريق يا حيوان. الله يا بتاع اما انت وهو خد حقك بايدك يا كابتن. انت جايب لنا بلطجي؟ الظهر اخوك. محدش هاوم بحياته. يا احمد وقف ضرب يا ابني، ما توديش نفسك في دهب. عامل صح كده ليه يا عم؟ ده ابني. طب اما تسيبه ايه يعني انت؟ يا عمي يا عمي يا احمد كده كبر يا احمد. يا رجاله يا احمد استنى يا عم، سيب ايدي كده الحوار. يا احمد استنى يا ابني، استنى يا احمد، اركب يا محمد ورا محمد. يا عم بص قدامك وسوق، انت خايف مني ولا ايه؟ ده انا ابن منطقتك وابنك جاني وطلب المساعده. تقوم تساعده بالشكل ده؟ انت عارف انت كده عملت ايه يا معلم فاروق؟ برنس الروقان والسلطنه. ما تقلقش ده جاز، انت مش رحت عشان تاخد حق ابنك بالقانون، وهو جابك الارض، هو ده القانون، وفي القانون كل واحد وله الوتر اللي بيلعب عليه. سلطنه، سلطان التخت حنون. ما تقلقش ده جاز، بيني وبينك انا كنت هادهن جسم سولار واخدهم في حضني. الواد احمد قال لي كده، افتكرته بيخطرف. لا صدقوا، دول اصلهم عاملين ولاد اللي برا مديله، لكن انا بقى ما تقلقش ده جاز. انت مالك كده؟ ما تقول لي صحتين وعافيه. صحه وعافيه. مالك كده مكتف نفسك وبعيد عني كده؟ ايه وانا ماضي؟ يا احنا ما اتخانقناش. لما انتوا ما اتخانقتوش، ايه اللي عمل فيكوا كده؟ عملنا حادثه. لا هو يعني ومحدش سمع علينا. وقعتوا فين؟ في النادي، في الملعب، كنا بنلعب كوره واتخبطنا في بعض. اي حاجه اي حاجه، المهم عايزين نتعالجوا بس. المهم نعرف اسباب الحاله عشان نشتبه الجنائي، وبعدين في مبلغ تحت الحساب. يلا بينا يا اشرف. ياما بينا. احنا فين؟ اسكت، انا عاوز اتعالج. انت عارف انا ابن مين؟ انا ابن شيوخ ربيع عبد الرؤوف جناب الوزير السابق. ايوه، ايه رايك؟ هتعالجوني ولا لا؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. ده مجرد استعلام عشان مصلحتكم. احنا عارفين مصلحتنا كويس. اكيد يا كابتن، الدكتور هيعمل اللازم. يا عليا يا عليا. ايوه يا فندم. خد البهوات وناديلي على الدكتور البناوي حالا. اتفضلوا معانا. ازاي؟ ازاي ده حصل؟ اشرف بيه متعور؟ يعني ايه تحت العلاج؟ بتقولي ايه يا نانسي؟ انت بتصدقي؟ لا ما تصدقيش. ايوه 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 طبعا، هبلغ معالي الباشا. نو نو، مين اللي كان على التليفون يا نشرتي؟ اشرف بيه. عاوز ايه اشرف بيه؟ لا هو فين؟ بيتكلم منين؟ لا يكون راح شرم تاني. هو في شرم؟ لا هو في المستشفى. مستشفى؟ يابا
بيك ايه؟ هو في حالة أهم مننا؟ لا لا يا باشا، هو في أهم منكم في المستشفى، إنما الدكتور كان في أوضة العمليات. أهو وصل الدكتور. خير، فيني مالكم؟ يابا، يعني أنت مش شايف مالنا؟ ابن شكري باشا. عبد الرؤوف. لحضرتك عرفت منين؟ لا هم قالوا لي وأنا جاي. ولما أنت عارف واقف ليه؟ ما تتحرك. يا دكتور أنا بموت، دمي اتصفى خلاص. دخليهم جراحة على طول يا علي. جراحة؟ جراحة؟ يابا الحقني يابا. أنا اللي هلحقك. أنتوا إيه اتخانقتوا ولا إيه؟ ما اتخانقناش ومحدش يقول اتخانقنا. عالجونا بقى وخلاص. جهزيهم علي يلا. يابا. يا دعاء يا دعاء تعالي ردي على الموبايل يا دعاء. الله حاضر يا ماما حاضر. ما انت عارفه ان انا في الحمام. وانت عارفه ان احنا متكهربين مش عارفين اخوكي فين ولا بيعمل ايه. اهو بطل ارتحتي. طب اعمل ايه طيب يا بابا؟ ما تعمليش حاجه، خشي اوضتك واخلصي. انتوا جرالكوا ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ انا شبعت بص، اترجمت من عيون الناس اللي يسووا ولا ما يسووش. ابنك فضحني قصاد كل الناس وهو سابنا وهرب مش عارفين راح فين. خلاص يا عبد. خلاص؟ كمان بتقولي خلاص؟ انا بقولك خلاص، التليفون بيضرب تاني. يا دعاء تعالي يا بنتي، يمكن اخوكي. ده مش احمد، ده علي. ايوه علي. احمد؟ لا مش هنا. انت عرفت ان انه واتخان؟ ضحية عندك؟ جم المستشفى امتى؟ بيقول ايه؟ بيقول الولاد راحوا عنده في المستشفى. نفس المستشفى؟ ربنا يستر. لا يا علي، ده بابا بيقول يعني هما جم عندك ليه؟ طب اديني التليفون. الو يا علي يا ابني، الولاد حالتهم ايه؟ لا مش زي احمد خالص طبعا. يعني بالمقارنه تعتبر اصابتهم سطحيه الحقيقه. بس هو في سؤال يا عم الحقيقه، هو احمد لوحده اللي ضربهم؟ لا طبعا فرق كبير. هما كانوا تلات تنفار ضربوه، لكن هو لوحده ضربهم ازاي؟ تمام، بس على اي حال يا عم معلش انا اسف مش هقدر اكمل معاك اكتر من كده، ان الحقيقه ضميري مش مستريح وانا سايبهم بينزفوا. هشوف الحكايه دي. حاضر حاضر، انا هتابع لك. بس على فكره هما بيقولوا احنا ما اتخانقناش. يبقوا ناويين يتخانقوا زي ابننا. طبعا عايزين ياخدوا حقهم بايديهم. طيب روح انت عليكم يا ابني، دي حاجه ودي حاجه، هنا واجبك وضميرك. مع السلامه. شوفي ده بيتقفل ازاي. هو اللي هيعالج الولاد؟ دخلنا بقى في الدايره اللي مش هتنتهي. الولاد بيقولوا ما اتخانقناش، شفتي بقينا في غابه. وبكره يقولوا ابنك اللي ضربهم وخد حقه بايده. ابني خد حقه بايده لما ما لقاش حد يديله حقه. بس ده ما ينفعش، ما ينفعش الناس تعمل قانون على كيفها. وانت فكرك اهليهم هيسكتوا يا عبدو؟ إذا كانوا دخلونا جهنم على رأي ابنك والحق معانا، أمال وابننا ضاربهم هيعملوا إيه؟ طب والعمل يا عبدو؟ هنعمل إيه؟ مش عارف. بجد مش عارف يا أمال. هو أنا عرفت أعمل حاجة وأنا معايا الحق؟ لما أعمل حاجة والحق عليا؟ لا، والمرة دي إيه؟ ابنك هو اللي ضارب وجايب معاه فتوات وبلطجية. أكيد مش هسكتوا. اتفضل يا عم وزير، اتفضل معايا الباشا. واسع يا ابني، واسع حبيبي. انت هتشتغل لي شمشرجي هنا كمان؟ يا باشا. باشا ايه وزفت ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ولا عايز تفضحني واللي ما يعرفش يعرف؟ في ايه يا شكري؟ انت لسه هتاخد وتدي معاه؟ حاضر حاضر، يلا بينا. انا جاي حالا. قول خليك ورا. ما تزعل يا شكري، انت لسه ما زعلتش. يا زفت، الوقت خرس حالا. اتفضل معايا الوزير، اتفضل معايا الباشا. اسأل يا ابني. حاضر حاضر، لو سمحت من فضلك يا استاذ تعالى لي بسرعه. ايوه. اشرف بيه شكري فين؟ في قسم الجراحه. فين يعني الجراحه؟ احنا اللي هنعرف. اتفضلي يا هانم من هنا. اشرف يا حبيبي، مالك يا ابني؟ ايه اللي حصل يا اشرف؟ مين اللي قال لكم ان انا؟ انت كمان ما كنتش عايزنا نعرف. لا يعني ايه؟ لا بلاش نيجي، دي والدتك كان هيجي لها هارت اتاك. احكي لي مين عمل فيكم كده؟ اتخانقتوا؟ شكلكم كده بيقول اتخانقتوا. يابا ما اتخانقناش. ما اتخانقتوش؟ ما اتخانقتوش يا اشرف؟ ازاي؟ بقالي اسبوع ما شفتكش، ويوم ما اشوفك الاقيك مرمي في المستشفى بالشكل ده ومربط وتقول لي ما اتخانقتوش.
اتخانقتوا مع مين؟ قولي. مش هرد، ولو سمحتم كفايه بقى انا تعبان. فين الدكتور اللي عليكم؟ مساء الخير. مساء الخير. انت الدكتور اللي عالجتهم؟ ايوه انا. كمان اخبارهم ايه؟ لا حالتهم مطمئنه ويقدروا يروحوا النهارده على طول. هتعمل لي تقرير ب 21 يوم علاج. ليه يا فندم؟ حالتهم كده، الاصابات دي بتقول كده. والله يا فندم بعد اذن حضرتك انا اللي اقول حالتهم تستحق علاج قد ايه بالظبط. طب ما تقول، مش عايز تقول ليه؟ مش عايز اقول ان هم ببساطه ما اتهموش حد، قالوا ان هم كانوا بيلعبوا ووقعوا وتعورت. وانت بتصدق؟ ده شكل وقوع. ابن بينكر علشان عايز يروح يتخانق، وانا عارف يا اشرف مين اللي ضربك، اكيد ابن المدرس الخوجه، مش هو ابن مدرس العربي؟ لا مش هو. لا هو اللي بس رجلي علشان اسفر له جوز بنته وارجع له البعثه وارجعه هو شغله وتنازل عن القضايا. لو حضرتك كنت ناوي توقف البعثه بتاع جوز بنته وحرفده من شغله وحرفد المدرس. اعمل لي انت تقرير باي شكل باي ثمن. للاسف يا فندم انا مش ببيع سمتي. مش بتبيع ذمتك؟ ولا بخالف ضميري. لو كنت بخالف ضميري ما كنتش عالجت ابنك بالظبط زي ما حضرتك عملت، خالفت ضميرك وسممت حياتي انا والاستاذ عبد الحليم. ايه ده؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ انت مين عشان تكلمني كده؟ انا الدكتور جوز بنته اللي ساعدتك وقفت له البعثه بتاعته. انا الدكتور اللي ساعدتك لفقت الحماه الاستاذ المربي الفاضل بدل القضيه 2 و3. اظن فرق كبير قوي يا سياده الوزير السابق. ابنك عندك انا عملت له لازم وزياده حبتين. وبالمناسبه لما تيجي سعادتك تحاسب المستشفى ما تبقاش تحاسب على اجري، انا متنازل عنه بالظبط زي ما اتنازلت عن القضايا المتلفقه وبالظبط زي ما حمايه اتنازل عن حق ابنه. بعد اذن حضرتك. سمعت؟ اظن بعد اللي انت سمعته ده انا لازم اشنق المدرس وابنه والدكتور ده جوز بنته. مش هو، مش هو. احنا ما اتخانقناش، ولو البوليس جه حاول نفس الكلام اللي بقوله. ما اتخانقناش، ما اتخانقناش. لو اعرف ما كنتش اتنزلت. هترجع تاني تقول لو؟ ما ينفعش. معاك حق، لو بتفتح عمل الشيطان فعلا. لا تقل لو ان كذا كان كذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قدر الله وما شاء فعل. طب خد محمد معاك. انا بقول اسيبه مرتاح، يعني عنده مدرسه الصبح، ذنبه ايه محمد؟ ذنبه انه ابنك. ذنبه انه ابني؟ ابوتي بقت ذنبي يا امل؟ كل ذنب محمد انه ابني، وذنب احمد انه ابني، وان انا اللي ضيعته زي ما بيقول. ايه يا عبده؟ بس انا ما اقصدش. ولا تقصدي؟ اذا كنت يا ستي انا اللي ضيعته اديني نازل ادور عليه، بس مش عارف ادور عليه فين، الله اعلم بقى. انا ما اقصدش يا عبده، انا اقصد ان غصب عنه لازم يروح معاك عشان انت ابوه. امال ارجوك حددي عاوزه تقولي ايه، اعملي معروف، انا مش ناقص. علي يا اخويا انا غلطانه، انت اللي من دول عصبي وتعبان. خد محمد معاك او ونس في الطريق ياخد باله منك، والدنيا ليل والمستخبي في الليل ما فيش اكتر منه. مش هاخد محمد يا امال. طيب يا اخويا اللي تشوفه. مع السلامه. استر يا رب. اهلا 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 يا باشا. طلباتك يا باشا. ابني هو ده طلبي، ما تعرفش راح فين؟ ابن حضرتك الكابتن الطويل ده. ايوه الكابتن الطويل ده. ما جاش هنا من ساعه ما حضرتك جيت سالت عليه وهو ما جاش. ما جاش ما جاش يا باشا. اتكل انت، ما انت خنقته يا باشا. هو الاب لما يخاف على ابنه يبقى بيخنقه. ما تخافش عليه قوي كده، طول له الحبل شوية. اتفضل اقعد. لو طولت له الحبل هيخنق نفسه بيه. عرفت الابن بيتخنق ازاي؟ انا ما عنديش ولاد عشان اعرف. لما يبقى عندك هتعرف. المهم تاخد واجبك. تشرب ايه؟ انا واجبي لو قابلت احمد تقول له ابوك مستنيك مش هينام لما ترجع. وانا بشكرك على مساعدتك ليه، ولو انك ما تعرفش ايه اللي هيحصل، وما تعرفش ولاد مين اللي ضربهم. لو ولاد الجن الجنزاري ما دام ايدهم طالت تبقى تتقطع، ولو حد بص كده بطرف عين انا موجود. متشكرين، بس ده ما يلزمناش. انا اللي يلزمني ان ابني يرجع ويشوف مستقبله، ما يلزمنيش انه يبقى فتوه. انا بقى يلزمني يبقى فتوه وبلطاجي وابن ليل كمان، اما راجل قلبه نافخ صحيح.
رياض كويس انك جيت. خير يا مستر، انا لسه جاي من الشغل اهو. احمد فين يا رياض؟ انا ما شفتوش. طب انا عايزك تدور لي عليه. ايه يا مستر، هو زعلان؟ متخانق ومشي من غير ما اشوفه. عايزك تدور لي عليه عند اصحابكم، ولو لقيته قول له لازم يرجع البيت، قول له والدك مستنيك. حاضر يا مستر، اتفضل. شكرا يا ابني. احمد ابوك لسه ماشي اهو بيدور عليا. انا عارف. ها انت مستخبي منه ليه؟ مش عايز اروح البيت. ضارب حاجه؟ ضارب عيالين عند النادي. طب ما روحتش ليه؟ ما انت مش واخد بالك، وابويا كمان مش واخد باله. انا البوليس ممكن يجي يدور عليا، بس انا خدت حقي كويس قوي، دم بدم. طب وهتستنى كده في الشارع يعني؟ ما انا بصراحه كنت جاي لك علشان تستخبى عندي يعني، بس سالت عليك قالوا ان انت لسه ما جيتش. طب يا اخي ما كنت تخش لحد ما اجي. لا ما انا بصراحه اتكسفت، لان انا ما كنتش عارف انت هتيجي امتى. طب قوم. طيب تعالى قوم، اتفضل يا عم. هما في المستشفى حبوا طبعا يبلغوا البوليس ويعملوا تقرير طبي، بس الولد مرضيش خالص وانكر انه حتى اتخانق من الاساس، عاوز ياخد حقه بايده. كلهم بقوا كده في تواد. والله يا عمي ما انا عارف. الحاجه اللي لازم تعرفها يا ابني ان موضوع البعثه بتاعك بقى مش مضمون تاني يا بابا. انت ما سمعتوش وهو بيتكلم؟ سمعهم لشكري عبد الرؤوف ازاي؟ وانا الحقيقه ما قدرتش اسكت له بعد اللي قاله. وبعدين البعثه دي انا مش عايزها خالص، يعني لو وقفت يبقى كلنا نستريح، واحمد كمان يستريح، حتى ما يقولش ان حضرتك اتنزلت عن حقه بسببنا. احمد يرجع ويقول اللي هو عايزه، يرجع الاول ويقول اللي يقوله. انا قلت لك احمد خايف. هيفضل خايف ليه امتى يا عبده؟ ده الفجر طالع. ربنا يستر وراجل ما يبلغش بوليس. يا عمي حتى لو بلغ دي جروح سطحيه، جنحه، خناقه يعني، واحمد ممكن ينكر. ادينا قاعدين لبكره. اتفضل انت يا ابني روح استريح. اروح فين يعني؟ على بيتك. هتفضل قاعد معانا ليه؟ انت كمان تعبان لازم تستريح. يا عم انا عايز اطمن على احمد الاول. انا والله لو اعرف هو فين كنت رحت له بنفسي على طول. خدني معاك يا دكتور، خدني معاك ننزل ندور عليه. هتدور عليه فين يا ناس؟ ما انا لفيت عليه في كل حته. وبعدين وصيت الواد رياض لو كان لقاه كان جه قال لنا، او كان جابه معاه. انت بتعيطي ليه يا امال؟ بعيط ليه؟ حوفر دموعي لاعز من ضنايا. انا ما عنديش اعز من ابني يستاهل دموعي. ان شاء الله هيرجع دلوقتي. يرجع امتى؟ النهار خلاص طالع. يبقى عملنا ايه يا عبده؟ اهو قعد طول الليل بره، ويا خوفي من الليل والمستخبي فيه. ربنا هيسترها. ارتاحي انت بس. هتقعد طول الليل تقول لي ارتاحي ارتاحي، وانا اقول لك مش هرتاح. طول ما ابني بره قلبي قايد نار يا عبده. طب انت تقدر ترتاح ولا عينك ايدها النوم وانت مش عارف ابنك فين؟ كنت حطيت جنبي على السرير ونمت. وانت حيلا ابوه، امال انا امه اعمل ايه يا عبده؟ ربنا يصبرك، انا حاسس بيكي. لا 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 يا عبده، انت اب ما تحسش بقلب الام ابدا. معاك حق. ولما انت عارف ان معايا حق عمال كل شويه تقولي نامي 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 ليه؟ انت صعبان عليا تفضلي قاعده كده وعندك شغل بكره الصبح. شغل؟ محروق الشغل على اللي عايز يشتغل. لو الشغل اعز من ابني. طب انت عندك شغل ما فكرتش فيه ليه؟ طيب اهدي يا امال، حرام تعملي في نفسك كده. الله الله اكبر الله اكبر، الله اعظم والعزه والدوام لله. يلا بينا، يلا يلا نقوم نتوضى ونصلي وندعي له ان ربنا يحفظه ويصونه. يا رب احقد الاداء تحفظه وتصونه يا رب. احمد ابن امان، لاجل خاطر النبي حبيبك ولاجل خاطر، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر ابوه. انت عارف يا رب هو طيب قد ايه وتعبان عشانهم قد ايه. يا رب. رايح فين يا رياض؟ هش ايه؟ رايح فين؟ مش عارف. نازل رايح للمستر. مستر مين؟
ابو احمد اللي جوه مش لازم ابلغه؟ هتقول له ايه؟ هقول له ان هو هنا مش زمانه قلقان عليه يما. والله يا ابني ما حدش عارف حرقه الفراقات دي، كتر خيرك عملت خير. انا هنزل دلوقتي حالا يما، ما تعملوش صوت عشان مش عايزه يصحى. ربنا يطمن قلبنا على ابوك زي ما هطمن قلب ابوهم. تعالى يا رياض طمني. لقيته؟ اطمن يا مستر. هو فين يا رياض؟ احمد فين؟ عندي. عندك فين؟ في البيت. الحمد لله. هو عامل ايه؟ احنا جايين معاك يا ابني. ايوه مستر، بس يعني هو كان يعني كان ايه؟ ماله؟ خايف. خايف من ايه؟ حد يخاف من ابوه؟ هو الاب يخوف؟ هو خايف من البوليس. مفيش بوليس، ما بلغوش، وحتى لو بلغوا هيفضل مستخبي لحد امتى؟ انا جاي معاك. ولا كمان ثانيه واحده يا ابني. رياض رياض انت يا ابني. يا عز ده احمد صاحب اخوك. ايوه ده على رياض الظاهر عاوز حاجه. روحي شوفي يا بنتي عايز ايه. اخوكي كان خايف انه يصحى. اوعي تقولي له انه راح عندهم. حاضر، بس تقول له ايه طيب؟ والله يا بنتي ما انا عارفه هتقولي له ايه. قولي له انه في الحمام او حاجه زي كده. حاضر حاضر. رياض فين يا عز؟ هو اصله نزل مش كده؟ انت عاوزه ليه؟ انا عاوزك تقولي الحق. نزل راح لبابا صح؟ لو عاوز حاجه يا ريت تقولي. انا عاوزك تقولي الحقيقه، رياض راح لبابا ولا ما راحش؟ بصراحه بقى راح. انت سايبه نايم يا رياض؟ يا مستر ما رضيتش انزل غير لما اتاكدت انه نايم. وبعدين طالما حضرتك عرفت هو نايم فين سيبه بقى يرتاح لبكره. انا مش هرتاح غير لما يرجع ينام في سرير. خلاص بقى يا امال. خلاص ايه يا عبد؟ وانا قلت حاجه؟ امال الصوت بيسر بالليل. الحمد لله اطمن انه عند صاحبه. الف حمد وشكر ليك يا رب. انا كنت عارف انه مش هروح لبعيد. خش صحيه يا رياض. انت بتفضل يا مستر؟ اتفضل. فين يا ابني؟ كفايه انك سهران بيه لغايه دلوقتي. خش صحيه. ادخله يا ابني، قول لابوك وامك واقفين لك على الباب. صحيه بس بالراحه عشان ما يتخدش. كفايه اللي جراله. حاضر يا رياض. قرب يا رياض. في ايه يا عز؟ احمد مشي. مشي راح فين؟ ابني مش غلطان بالظبط كده. ما دام مفيش قانون يدي للناس حقوقها، كل واحد يعمل له قانون ياخد بيه حقه. انا قلت كده، كل واحد هيعمل القانون بتاعه. وابني عمل قانونه، بس انا السبب. ما كانش لازم اتنازل. انا لما اتنازلت ضيعت القانون، وابني اتهمني اني ضيعت حقه، فخد حقه بقانونه. وربنا يستر ان هم كمان ما ياخدوش حقهم بايديهم ويستنوه يضربوه. اصلهم ما بلغوش البوليس لغايه دلوقتي. يبقوا اكيد ناويين على كده. مستر عبد الحميد حضرتك مروح؟ لا يا مدام زينب، انا داخل الفصل ادي الولاد حقهم عشان ما ياخدوهوش بطريقتهم.